إلى أن عناصر متطرفة من تنظيم فتح الإسلام هي من يلجأ للعنف في تظاهرات درعا، وهي من يطلق النار. وقامت هذه المجموعة بإشعال وإحراق قصر العدل وبيت المحافظ ومنشآت عامة أخرى، كما قامت بنهب وسلب بعض البيوت. وتفيد هذه المصادر أن عناصر فتح الإسلام ربما جاءت متسللة عبر الحدود من دول مجاورة، مدفوعة من جهات تقيم في الخارج وتمول أعمال الشعب وتحرض عليها. وبعد اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية تم نفي مشاركة أي فلسطيني من المخيمات المحيطة بدرعا في أعمال المجموعة التي قامت بالتخريب والقتل. وأكدت المصادر الفلسطينية أن الفلسطينيين يعتبرون سوريا حصن قضيتهم ومنطلق عودتهم، وهم يدافعون عنها بأرواحهم. وجهات معارضة اعترفت بوجود هذه المجموعة المدسوسة والمخربة، فقد قال معارض سمى نفسه أبو عيسى، قال للبي بي سي إن التخريب والحرق قامت به مجموعة مدسوسة وغريبة عن درعا.